حلقة النهاردة من فويس نوت حلقة استثنائية جدا، حلقة فيها رحلات صعود وهبوط، حلقة هتهم كل الناس اللي بيدوروا على قصص النجاح في الحياة وقصص البزنس وازاي تبقى رجل أعمال شاطر. ضيفنا النهاردة أكوامان. أكوامان أهلا وسهلا. أخبارك يا أبو حميد؟ الحمد لله. عامل إيه؟ في رخم من الحياة. لا انا عايز بس ابتدي القصه كده من بدري خالص. عطول؟ لا لا من بدري شويه. متى يعني؟ يعني انت مكسر الدنيا ما شاء الله على لا النت لا مش و... ويعني عادي. الله اكبر بودكاست بالانجليش وعامله فايرال في اوروبا وامريكا و... هنا ما حد عرفني. هتطلع النهارده عربي صح؟ اخيرا نغير عربي شويه يلا. انا شخصيا من المعجبين بتوعك. شكرا. وبحب اتفرج على البودكاست بتاعتك، بتعلم منها كتير. بس انا دايما كان بيستفزني السؤال بتاع ليه أكوامان؟ لأن اسم البيزنس تبعي أكوا فان. أنا أصلا ما كان سوشيال ميديا حوالي 11 سنة، فقبل سنة ونص سنتين تقريبا أوكي أفتح صفحة أحمد ما في ألف نيك نيمز ما أعرف شو ألف. فهذاك اليوم أنا كنت شايف فيلم أكوامان، أوه أحمد أكوا فان أكوامان، أوه صارت اوكي نحط معاها بعد شيء ثاني اي بي سي احمد بن شيبه ركب مع بعضه وصارت أكوامان. انت حبيت تغير الاسم او تنقي اسم مختلف عشان انت شايف ان انت نفسك مميز؟ انا مش مثل، ما احب اكون مثل الكل، ما اعرف صعبه شويه. اوكي مش صعب كثير، ما عندي تفكير ان اكون مثل اي حد ثاني، داون عكس ده. من وانت صغير اظن في البدايات كان فيه، بس وصلنا اظني بعد الثانويه فتح الجيج عندي وتهورت. طب تحكي لي كده عن طفولتك، كده كانت طفوله عامله ازاي زمان؟ شو ذكرني؟ لا احنا لسه شباب معلم. كانت والله طبيعيه هاديه، ما فيها شيء جديد، مدرسه بيت اشياء عاديه. دخلنا ثانويه بعدين دخل رياضه، ما رياضه المواضيع هذه فتحنا، دخلنا جامعه. هناك لما كل شيء تغير معي، صرت عرفت انا شو ممكن يكون فيه استادون رياضه. الرياضه فتحت كل شيء، الرياضه عرفتني انا كثير كومبيتيتيف، كثير فوق ما تصور، ما جدا كومبيتيتيف. ما اعرف اللي هي رقم اثنين، يا رقم واحد يا اربح يا اكسر كتفي بس اربح، الدرجه هذه كنت. يعني هي الدنيا بالنسبه لك مربح بس ما فيش خساره؟ لا هو هو الهدف دائما رقم واحد، بس يعني كيف اقول لك، لازم واحد يعني توصل رقم واحد معناها انت خلاص ما عندك تفكير رقم اثنين، يعني you put all the work، شغل زياده، ما بتنام، بتركز، بتفكر بكل سيناريوهات، تمحيها بالكامل. لا هي مش حلوة. الشيخ محمد بن راشد طال الله عمره، لما الناس كانت بتسأله أنت ليه عايز دبي تبقى رقم واحد، كانت إجابته Why not؟ Why not؟ نفس المبدأ عندي. تفتكر القيادة الرشيدة الحكيمة لدولة الإمارات زرعت ده في الكوادر الشبابية الموجودة حاليا؟ كثير فوق ما تصور. يعني حتى لما أخذت موسوعة جينيس كان تفكيري ليش أكون رقم اثنين، لا لازم أكون أكبر في العالم، لازم أكون الأحسن في العالم. حتى ذاك لما كنت أحسن الرقم مالي كانت السعودية مساوية شيء أكبر من اللي كان عندي، فوقي خلنا كيف نكبرها زيادة بعد وبعدين أخذ رقم. فدائما يعني هي لازم يكون الاول والاحسن والافضل، هذا من التربيه. احكي لي عن كواليس الجائزه. اوه كوارث. كوارث فيها كوارث. انا كوارث الحين انا في البزنس 11 سنه، اول سنت ثلاث سنوات لا اول اربع سنوات مديون وبعدين قضايا. هي نطاف عصات الهوكي، ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء، بعدين تطلع معاك هي جديد. الناس بتقدين تفتح بزنس انت ثاني يوم ملياردير، يا ريت. الناس تقدين انت اماراتي او موجود هنا معناه انت عندك داديز ماني او عندك حكومه بعد، يا ريت. ها كان كله للاسف، مش للاسف، ما كان موجود. فلما حشوف انت حياه عندك سهله اوكي ادفع اللي دفعته. انا كان عندي فتره من حياتي 57 شهر، 57 شهر ولا يوم اوف بالضبط، 57 شهر ولا يوم اوف، لا ويكند لا عيد لا عيد ميلادي لا جمعه لا ولا يوم اوف. كل يوم 9 ل 20 ساعه كل يوم شغل بس سؤال اوبسيشن.
خلاص أوكي. هذا راح تصير راح تصير راح نلاقي انت شايف حاجة. الفيجن وشايف هتمشي ازاي و... راح تصير وكنت واثق في نفسك. شوف المشكله ان احنا فينا كنا اول شيء شو الصوت داخلك شو نوع الصوت داخلك. معظم الناس يعني انا بقول you can't be in war with the world and yourself. ما فيك تكون مع حرب مع العالم مع نفسك. اختار والجبال موجوده ان نتسلقها مش نشيلها. المشكله الناس بتشيل. لا 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 رجعني بقى دي عشان كده دي بقى واحده زين نوع جديد. اوكي الجبال هي. نتسلقها مش نشيلها. الله مشكله احنا بنشيل. هذا اكبر غلط. نحن كل شيء يصير في حياتنا كل حاجه ترمى هذه ستيب لفوق مش تاخذها. انا صار معي كذا بكره وبعدين انت كان عندك هدف مثلا انا بجيب 100 انت ما جبت 100 للحين طب ليش توقف؟ نحن مشكلتنا صرنا نخاف نحاول نخاف نفشل بس الفشل يعطيك فيدباك. الفيدباك يعطيك نولج. النولج يعطيك باور. يعني الفشل يعطيك باور. اسمع شايف الكلام هذا لا انا خاف اساوي افشل بعدين اخبر اهلي وكيف كنا عندنا فواتير كنا عندنا ايجارات كنا عندنا مصاريف كلنا عشان ما عندي انا عندي كل الموظفين كموظف عنده عوائل انا كل شيء اسويه لازم افكر انا ممكن يا افلس يا دبل يا افلس يا دبل كل حركه عندي. الكونفيدنس الثقه في النفس هذه هي مش شيء تولد فيه هي سكيل. شو قصدي؟ هي انك انت كيف تروح من فكره لتنفيذ. هي الويلنس تو تراي انك انت تبى تساوي. مشكلتنا احنا نخاف نساوي. يعني حد برمجنا في المدرسه وفي الجامعه ان لما سوينا شيء وغلطنا فيه يلوز ماركس. بس الرياضة والحقيقه والواقع الاحسن شيء تتعلم فيه اخطاء. لان الخطا يعلمك شو ما تساوي وما تساوي شو تضبط. العقليه اللي انا بتكلم معاها النهارده دي والحكم اللي انا عماله اسمعها دي اتولدت معاك لما جيت تعمل البيزنس بتاعك ولا مع التجربه والفشل والتكرار والمحاوله تولدت عندك الافكار الحاليه؟ انا مش فخرا فيها بس بقولها انا احب اتكلم فيها. انا ممكن اخر كتاب قراته قبل 23 سنه. انا بقرا كتب. نعم ما بقراش كتب. قران اوكي بس اوكي بس اني ان افتح كتاب اقرا من اكبر المستحيلات لان انا ديسلكسيك فعندي قراءه متعبه مش طريقه لان افهم فيها واتعلم فيها. ف ممكن انت تقرا كتاب عن السباحه 4 سنوات في مسبح تغرق. فالثيري او النظريات عندي ما تنفع. اوكي ما في شيء مثل البراكتس حلو بس اكثر شيء علمك الفشل. هو انواع التعليم مختلفه. في ناس بتتعلم السمعي والنظري والعملي. فا اوكي انت بتتعلم من كيسك. أي في قراءة في اللي هي النظرية والتدريب والفشل. الفشل يعلمك أشياء ما تعرفها مكان ثاني. وأنا من نوع الفشل كثير مئات المرات ودائما أتكلم فيها وحب أتكلم فيها. أنا أول سنة عملت 617 اجتماع وكلهم قالوا لأ. أول سنة أنا كل يوم كنت بتلاقي على الأقل مع شخصين أقعد معهم هاي مشروع مالي هفك مالي شوفوها لا رفض. أول سنة 617 مرة عديتهم واحد 617 اجتماع أول سنة ولا واحد نجح ولا حد لآخر يوم من أول سنة بعد أول بيعة سنة كاملة ولا درهم ولا فز دخلت. آخر يوم دخلت أول ديل. الله أكبر. بداية الغاية في قطرة. لا هو قطر دخلت دخلنا دخلنا طب دخل. خلال السنة وال 617 اجتماع دول طعم الفشل وحش صح؟ ما فكرت فيها. أنا ما كان أنا فاشل. طب أنت كان إيه الوقود اللي بيمشيك؟ أوبسيشن. أنا هذا حتصير. شو أرتدف؟ أقعد أصيح؟ أو حشحت؟ لا ربنا أعطاني صحة. ما كنتش بتتكسف تتكلم مع أهلك ولا تتكسف تتكلم مع هم شايفين ربعك. شوف اسمعني هذه اكبر مشكله احنا فينا. لما تخلي اراء الناس هي توجه في حياتك. خذ اراء الناس ادفع في ايجارك تقدر؟ لا. فليش ممكن هي تكون الفيول تحرك في حياتك؟ انا انجنى محمد اذا ربعك ما قاعدين يساعدوك يدفعوك غيرهم. يا اخي انت مش شجره تحرك موف. مشكلتنا احنا هذه عقليه. انا شو بيقول اهلي والناس بيقولوا ما احنا شو ما سويت بيتكلموا عليك.
شو ما سويت انت عباره عن احسن بيصلي كل يوم. شوفها شاب عمره مؤمن هذا في كل يوم بيشرب هذا الكحول. شو ما سويت بتكلموا عليك خلاص اذ ربك واشتغل ونعم بالله. بس بعد اول ديل بقى كان حسيت كده ب لا عرفنا الحين اول مفتاح عرفنا هين غلطه كان سويناها. ايوه كانت ايه الغلطه بقى هنا؟ كان مثلا يعني انا كان مثلا الفكره كانت بفتح حدائق مائيه. طب اوكي انا حس افتح حدائق مائيه لازم اجيب فلوس. طب اوكي خليني احاول اجيب فلوس من اشياء تجاريه ثانيه بعاد ليها خصف الاشياء هذه. فليه ما عرفنا اوكي الانسنتيف او الموتيفيتر او الشيء اللي يخلي الناس يشتغلوا معك فلوس كاش. هذا قال لي ذاك ما انسى اسمه اسمه كومار قال لي شو يطلع لي؟ قال لي شو تبغى؟ قال لي ابي كوميشن. قلت كم تبغى؟ قال لي ابي 15%. قلت تفضل. بعد ثلاث ساعات اول مره تليفون يرن او مسج جديد من البنك انا في فلوس حسابي او فلوس. تخيلت جنيت رحت لقيت معه الساعه 10 بالليل اعطوه كوميشن مالته. عدت الموضوع هذا 40 مره و40 مره صارت معايا. جبنا اول مبلغ فلوس فتحنا اول حديقه التمويل ايه جبنا اول فلوس. بعدين عملنا سويت غلطه كبيره اني اجيب مستثمرين. هذه اكبر غلطه تسويها في حياتك انك تبدا مستثمرين في البدايه عشان انا اعرف اخذ نفسي ايه. اول غلطه المستثمرين لا تجيب مستثمر في بدايه حياتك. هذه اكبر مصيبه تسويها في حياتك. انت للحين ما تعرف شو تسوي انت. جيب معك مستثمر. شو اول شيء مثلا انت الحين انا عندي فكره هاي بسويها. انت مثلا محمد انت عندك فكره بسويها. احمد تعال استثمر بشوف فكره حلوه بس باجي الحين باخذ 80% من اكويتي من املاك الشركه. انت الحين هتكون موظف لي مش شريك مش بزنس اونر. فلا لو انت جت لي بعد ما تبعت وعملت وسويت ارقام وسويت مبيعات وتقول احمد كذا كذا نفس المبلغ تطلبه مني بعطيك اياه وباخذ 5%. فاول شيء اثبت. لا خلينا كده واحده 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 نزيد تفضل نريح أوكي. وناخد بريك اعطيك ارقام نريح وناخد بريك اوكي ونرجع تاني للمشاهدين. جاهز أوكي. عشان خاطر واضح ان الفقره اللي جايه حطيك داخل لا انت يعني بتحطم التابو دلوقتي. ما لازم يعني الحين اشياء قويه بعد شويه. انت بتقول ما تدورش على مستثمرين. لا عندك فكره ما تدورش على مستثمرين. بيع يا اخي روح بيع صنع عوبة قليلة. أكوامان النهاردة بيحطم الأرقام القياسية اللي عملها قبل كده في جينيس والنهاردة كمان بيحطم التابوهات اللي موجودة عند كل الناس. خلبة كلها. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا بعد الفاصل اللي كان قبل الفاصل صدمني أنا شخصيا يعني. ما سويت شيء بعد أسبوع أصلا في جاي يعني بعد. عمال نحطم في أصنام وتوابيت لازم. ومعتقدات عند الناس. قبل الفاصل كنا بنقول ان ما تبقاش حجتك المستثمر وما تدورش على مستثمر عشان بدايه تدويرك على المستثمر ده بدايه الفشل لانه هياكلك شارك بالضبط على طول. ما في واحد اثنين. طب الناس اللي معهاش فلوس ويتفرجوا علينا دلوقتي ويجي يقول لك طب انا عندي فكره المشروع اللي هيجيب مليون درهم في اول شهر جود لك بس معيش فلوس. اوكي اول شيء المشكلة صرنا احنا نرمي كلمة نحن الانتربرنور والسي او وبز اونر كثير صارت كلمة في سكسي. انا فنان كذا نفس الشيء. ترى اول شيء عشان تكون انتربرنور اعمال فيري لونلي مع نفسك متعب ساعات طويلة من العمل ما حتشوف فلوس اول سنة سنتين او اكثر حتى حسب يعني انت مش جاهز انك ما تقبض فلوس اول سنه سنوات هتحاول. في كثير ناس بقول هو اللي هو 90 داي تيست اختبار 90 يوم. لو انت كرجل اعمال صاحب بزنس شفت بزنس 90 يوم سنة اول هل البزنس حيتم موجود ولا حيختفي موجود؟ معظم الناس حيختفي موجود لانك انت بزنس عندك موظفين بس مش شغالين. نقول اعمل بس مش حيف البزنس ما حيمشي غيرك انت. انت مش رجل اعمال انت سيلف امبلويد موظف نفسك مع نفسك اكثر واقل. موضوع كل واحد فكره حلو جميل. ترى الحين احنا عندنا وين تليفوني هذا لابتوب لا محتاج لا موظفين ولا شيء. كل شيء يسوي اوت سورس. انا وانت ممكن نفلس اليوم 6 شهور نكون ملياردريه 100% لان عرفنا ان ما في مستحيل ما في شيء ما راح يصير.
مشكلتنا احنا صرنا انا ممكن اعطيك الحين المجاهدين لست اكلم مين واي موقع وشو الايميل وشو ارقام و99% ما يحزوها لان يعني انتم نحن بنحب الريزولتس مش البروسيس. انا بس ابعيش في البيت المكين والسياره هذه والساعه هذه وسافر كذي بس ما تبي تحط المجهود والعمل والافورت اللي يتخلى وصل مكان هذا. انا مثلا ابي يكون 6 باك طب 6 باك ما حسيب يوم ليله لازم تتمرن وكارديو وتاكل وتنام وكذا كذا كذا ما حيجي في يوم ليله. فكل شيء ليها بروسيس خطوات لو انت مش مسات تدخل الخطوات هذه ما حتجيب الريزلت هذا. فما في شيء من غير شيء كل اكشن ليها رياكشن. نحن صرنا بس نبى الريزلت نبى نعيش الحياه الورديه هذه من غير ما نسوي شغل وراها. اوكي جود لك. خلينا بقى لنرجع بقى لأول 617 اجتماع اللي اترفضوا بعد كده بعد أول ميتنج. أيوة. 15 دقيقة تنتن المسج المتينة اللي نزل فيها الفلوس في حسابك. نعم. وكملت المشوار. نعم. صح؟ أيوة. وده كان أول مشروع ليك. هو نفس المشروع هذا. تمام. طورنا وصلنا المرحلة هذه بس أيه. كان الغطة الثانية انفسترز. جبنا انفسترز. كبرنا بسرعة. كان معنا ساعتها واحد من شركائي الله يهدي كان هو ماسك مواضيع قانونية ما قانونية ووقعنا عقود غلط وهذا من واحد يعني في أبو عريف. ده كان مشروع إيه بالضبط؟ نفس حدائق مائية. الحدائق المائية. أوكي. فأول شيء سيف بيزنس تعلمت الحين تجيب محامي. ما عندي فلوس محامي اسمعها مني تدفع 20-30-40-50 في البداية بنصرف ملايين في بعدين لأن حرف كلمة رقم يغيرك من فوق تحت يصير من صاحب البزنس تكون موظف تحت فتكون عندك محاسب صح محامي صح. فإحنا كان عندك خطة أساسية وقعنا عقود غلط 6 شهور صار أشياء غلط بزنس وقف مشاكل قضايا البس قضايا قعدت أنا 4 سنين أحارب قضايا وديون 4 سنين أدخل فلوس أدفع أدخل فلوس أدفع 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 ولا شيء في جيبي. أنا ممكن 7 سنوات من البيزنس مالي ما دفعت حد نفسي معاش. يعني أنت ما رجعتش لنقطة الصفر. إيه. رجعت للماينس. إيه ماينس أنا كنت فترة روية ماينس. أوه روعة. ده أنت بتضحك. عادي. بالعكس هذا خلاني واحد أقوى. أنا كل ما كان يصير عندي مشكلة رد فعلي كيف أفتح مكان ثاني. لأن كل ما تصير معك دين تنقفل هذا الوقت اللي ترمي فيها حبالك راح تصير معك شيء. فكل ما كان يصير معي مشكلة أوكي أكيد في مكان أفتح فيه مكان جديد أكيد في شيء حيصير لأن هذا امتحان. امتحان لي معنى ربنا قاعد يجهزني شيء أحسن. ونعم بالله. بس فإيه كانت حلوة فترة يعني حلوة بهدلنا وايد. لا واحدة واحدة برضه لسه ما خدتش التفاصيل اللي أنا عاوز اسأل. وين بتروح؟ انا دلوقتي انت قاعد انا اكوامان. انا دلوقتي خلاص كل احلامي بتتدمر وحاسس ان انا بتخنق. تمام. ايه اللي في مخك؟ ايه الصوت اللي جواك؟ وصلت مرحله. كان في مرحله من المراحل هذيك اللي صار. كنت انا لوحدي قاعد احارب اكبر مطور عقاري في الإمارات ومع واحدة من أكبر الجهات الحكومية. جاءوا أخذوا أراضي. صار عقد. توقعنا عقد مع جهة المطور هذا أساس أرض تبعته هي. جبنا من سبلاير على داون بيم على إنستومنتس. ما دفعت بكامل أنا سكت مديون. اشتغلنا أول شهر كبرنا. جت الحكومة شو تسوي هي أحمد؟ قلت أنا عندي عقد مع الريان هذا. قال هذا ما يمكن أرضه. نحن يمكن أرضه. طب يا ابن الناس شو موضوع الحكومة؟ خلاص جيب عقد الحكومة ادفع إيجار هني وادفع إيجار هني. عفواً شوية راح رفع عليها قضايا شيكات وهذا راح جاء أخذ كل أشيائي أخذها ودها صدر لي إياها. حلو أنا الحين قاعد لحالي كده في البحر بيشيل كل شيء وبيصوره وشم تاني فيه. أوكي أنت بتحكي عن مأساة. لا لسه في كمان بعدين جات القضايا ما قضايا قاعد احاول اتفهم المحكمه ونادي معان ان انا منصوب علي يا جماعه كذا كذا. لا انت موقع شيكات. طب انا فاهم بس سبب الشيكات افهموه شو هو هذا العقد وكذا كذا. ليه وصلنا مرحله
قفت معي الدنيا وحجزوني تقريبا يوم كامل في المحكمة. لما طلعت بالليل طلعت الحين انت مفروض تكون مدمر, بس في شيء انا فاهم من زمان, انت لما تكون الدنيا ثقيلة عليك تنزع ركبك, لما انت ركبك هذا احسن وضعية صلي فيها. قلت خلاص وقتها انت وربك ونعم بالله. قعدت صليت وسويت دعوة مظلوم, وهاي مصيبة ده مظلوم, هذه قوية جدا هذه, لأن أنت أنت قاعد تفتفت نفسك خلاص, أنت عبارة عن لا شيء وتأخذ كل اللي صار معك أعطيه حق ربك وانتهى الموضوع, هو يتفهم مع الناس. سميت فيها الأسماء الناس اللي أذوني, رب عندك الموضوع. قمت وقعدت أنا الحين كل يوم في الدائرة الحكومية كل يوم من 7 الصبح 2 الموظفين ثاني يسألوني أنت أي إدارة داوم؟ قلت لها ما داومي أنا عميل أبغى خلاص شاي. أنت كل يوم شوفك الصبح قبلنا في المكتب كده خلص اوراقي 3 أسابيع لين ما اخذت عقدي. اخذت العقد احس ادخل البحر مالي, المطور هذا ماسك الارض اللي قبلها قاعد ادخل البحر تعال من السماء والله العظيم او تعال من البحر ادخل شلو منين يعني هو مسكر عليك الطريق بالضبط. اوكي كان في تقريبا 5 كيلو عن مكاننا في ميناء البراستي الميادين هناك, رحنا واحد من الشباب مقصر كان عنده يختنك شاله برا وكان عنده جيتكي اعطاني جيتكي حق اليوم, وطول الليل انا بجيب العاب من المخزن المحجوزات بنفخها بالنص واسحبها بالجيتكي بالليل من يمينة 5 كيلو في المية وانزلها 101 مرة طول الليل. ده انت عددهم كل شيء. وقعدت 13 يوم تحت الشمس مع التيم الالعاب ترى بي في سي منفوخة كان فيها 3200 هول تشك 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 ضبط كل واحدة فيهم, ضبط مية صابون ضبط مية صابون ركبناها. وفي 40 يوم بعدها ربنا نزلني رزقة غريبة وعجيبة, غطيت كل يوني كل ما حد يكلمني على شرطة بس شو بتسوي فيه بعد بهددني مرمطي وحجزوني وفلستوني شو بتسوي بعد بس أنا عندي حق أخذه بس. وأتذكر وقت صلاتي سمعت إن ما عسر يسر تنفتح معي. بعدها بسنة أنا قاعد على اسمين, واحد أترقى صار ما شاء الله حد كبير حكومة, والثاني جاني مسج في الواتساب الله يرحمه اسمه شو اسم هذا اسمه عرفت ما انتبهت, مسج ثاني من جروب ثاني لا هذا اسم الريال. رحت المقبرة لقيت إخوانه شلته معاه دفنته وقفت رأسه وشكرته لأنه هو كان صديقي 17-18 years الطعنة طعني إياها والبهدلة بدني إياها وصار فيه دامي مع أهلي وتعبنا كنا وهكذا خلاني الحين شخص جدا قوي في البزنس وما حد يركب فوق رأسي بعدها. أنت قص ها أهلا سهل وهذا واقع هذا صار معايا. لا يعني انا قاعد مع شخص يعني قص يعني المشاهد انت بتحكيها انا تنفع قدامي مشاهد سينمائيه يعني بس هذا صار معايا. بس هي دائما شو هي اهم شيء واحد يكون شو الرزق مش من الناس لازم من الله منعمه بالله يكيدوا فيكيدون شو ما سووا ما بتصير لو هو معك ما في حد معك خلاص اتفق انتهى الموضوع شو ما صار. وأنا كنت لحالي ضد أكبر جهتين أنت مجنون أحمد خذ لك وظيفة خذ لك داوم مكان أدخل سجن واطلع وداوم لا كل العالم حوالي من أهلي وأصحاب كله فهمي للعادات والتقاليد اللي موجودة حوالينا بتخليني أقدر أفهم أن الشباب هنا بيبقوا كلهم عندهم الاعتماد والرغبة والحلم في الوظيفة الحكومية وعلى رأي المثل المصري اللي بيقول إن فتك الميري اتمرمغ في ترابه يعني حاول تمسك فيه بأي شكل يعني بالضبط يعني هو فأنت النهاردة حطمت التابو تاني للعادات والتقاليد إن هو لا أنا مش هستنى الوظيفة لأن ليها سقف خلاص انت ليميتد ما عندك انت خلاص انسان عندك ليميت ما انت لا تفكر تفكير خارج الصندوق او تكبر من نفسك خلاص انت موظف ثابت وهذا مش انا
هذا هذا انا شخصيا مش لاي شخص ثاني, هذا احمد. عايز ادخل جوه راسك اكتر, ادخل واعرف الفتره بتاعت المشاكل دي كلها والحاجات اتخذت منك وتروح وتعرض نفسك انك تبقى متوقف في المحكمه. موقف تاني ممكن حد غيرك يقول لك لا انا عليا كل ده بايه, انا هرفع الرايه البيضاء. بالضبط هذا كان الصوت ده كان في يعني الصوت اللي في دماغك ده يعني شغال ازاي. انا الحين صار لي 4-5 سنوات بتعب وبشقى وكذا كذا كذا, ما ابي اكون يمكن خطوه او خطوتين قبل ما ادخل اصل نجاحي او هدفي, لان انا ما ابي افكر بعد 20 سنه من الحين يا ريتني سويت زياده. فكر انا دائما افكر انا شو احمد بعد 10 سنوات 20 سنة شو حيقول الحين. هذه ما ابى انظر او احمد ما سوى قبل. فهي شوف انت الكونفيدنس هي عباره او الثقه بنفس هي عباره على الريبيوتيشن مالك انت مع نفسك. شو قصدي؟ انا قلت راح اجري 4 كيلو جاي 3.5 كيلو. احمد انت مع نفسك بتقول كم مسويوش؟ انا قلت باجي الساعه كذا 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 متاخر. فهذه فانت كل ما صرت انت اللي تفكره وتقوله وتقول وتسويه ثقتك بتزيد. بس نحن شلنا بشو؟ بنفكر وبنقول وبنسوي, ما في alignment, هاي مشكلتنا. طب في الفترة دي ما كانش في اي حد بتستشيره بتكلمه؟ شوف مثلا الاهلي ما حب واحترامي كلهم, هم كانوا موظفين طول عمرهم, تفكير الموظف غير تفكير رجل اعمال مختلف بالكامل. فبسأل نصايح حلوة إذا واحد موظف مشيت وراء نصايح في البداية اتبهدلت, لأن العالم الخارجي برا أمبريلة الوظيفة غير على تحت الوظيفة. أنت سيفت بتداوم ما داوم اشتغل مجرد معاش بيجيك, أنت برا شيء ثاني. أنا ما رحت وما سويت وما ما تيجي. فهذا رقم واحد. بعدها لما صارت موضوع القضايا هذه كذا كذا, هذا الوقت اللي أنا جبت فيها شر من غير الشخص هذا, هي أنثى خسارة من غيرها أنا يمكن مستحيل كنت أصل وصلته. مستشار قانوني بزنس بزنس أوكي. هي بين بزنس وقانوني, فخاصة أنا ما أساوي شيء إلا هي. شو رأيك في الكلام هذا؟ وأحيانا بيكون مثلا بس بتناقشني أنا أفكر بالزوايا الثانيه من الموضوع. بالضبط تديك منظور ثاني للقصه. صح بالضبط. انا صار عندي الحين في البزنس عندي خاص عندي عقود بتبقى مثلا معلقه 6-7 شهور ما وقعها. ليه ما التيم يقول خلاص جو اهيد؟ لان هم افهم مني. بس انت صاحب الشركه صح؟ لان انا صاحب الشركه انا موظف ناس افهم مني واحسن مني في الشغل. ما يصير انا اللي فاهم كل شيء, ما يصير اكبر غلط. انا دايما لما بتسال انت بتعين الناس ازاي او بتختار الناس اللي يشتغلوا معاك ازاي, بقول في نوعين من الوظائف دول لازم تبقى انت عاملهم في حسابك. الناس الجونيورز دول لازم تختارهم بناء على الاتيتيود مش الخبر. صح. ان هو عنده استعداد يتعلم. بالضبط. عنده استعداد يكبر. صحيح. المايند سيت بتاعته open for discussion وعنده الايجر تو ليرن وان هو يكبر ويتعلم حاجه. بالضبط. جديده. بالضبط. صح. المستوى الثاني السينيورز اللي هم اللي انت اللي انت بتعملهم ديليجيشنز على طول. هي. دول لو ما كانوش اشطر مني انا شخصيا مش هيتعين. صح. يعني هي. لازم يبقى شغال معايا سي اف او اشطر مني. بالضبط. سي تي او اشطر مني. بالضبط. سي ام او اشطر مني. بالضبط. حد ليجل اشطر مني لان انا ما بفهمش في كل ده. بالضبط. بفهم بس لحدود. واكيد اكيد مش هقدر اخد بالضبط ديسيجن في كل دول مع بعض. exactly. يتعلق مثلا في 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 اكسبانشن بلان. صح. للشركه. أيه. مثلا. أيه. بالضبط. مش هقدر. أيه. ما هذه مشكله هي يسموها الفاوندر سيندروم. لما انت صاحب الشركه انت الفاوندر صح, انت احسن واحد بيعمل بزنس, بس هل تبي تكون انت وان مان شو؟ لا طبعا. اسمو اوفيس تبقى اكسباند. بس اكسباند ديليجيت. ديليجيت معناها يو هاف تو تيك اوف الايجو تبعك هذا انك انت احسن واحد. صح انت احسن واحد جود جاب, بس do you want to make more؟ بس بكون أحسن واحد يا حبيبي. الله عليك. من آخر. فكرتني في زمان لما كنت بشتغل كده في بداية حياتي, كانت عندي مشكلة ولا زلت بعاني منها,
اسمها البرفكشنزم. ايوه هذه انسكيورتي. اه لا عندي فيها انسكيورتيز غريبه طبيعي، اللي هو انا دايما انا الشاطر ان انا اعمل كل حاجه في كل حاجه. يعني لو قدامي حد بيطبخ وانا شفته بيطبخ لازم اخش اعلق واقول له لا دي تتعمل كده شويه بس زياده شويه. اه يعني البهارات وبتاع تكبر منها. اه مع اني لا لما بتعمل ديليجيشنز احلى شيء، ما احلى التاسك لما تخلص بناء على تراست انت اديتها للشخص. بالضبط، تبني سيستمز كل شيء خطواته سيستم، هذا سيستمك انت المعنى تبع البيزنس تبعك، وتراست هو اهم شيء في قلت من شويه في الاشخاص علمهم ان هل هو شخص امانه ثقه صعبه كثير، هذه هذا اهم عنصر في العناصر عندك، لان هذا اللي يحمشك كل شيء. هذا تضمن تحط فلوس قدامه وما يحسب لك، هاي اهم واصعب شيء تلاقيه. بس عايز اقول لك حاجه برضو، اعتقد دماغ البيزنس مان واي حد ليه علاقه بالبيزنس عامه هتلاقيه دايما احنا بنتفقش مع بعض ولا بنتكلم ورا الكواليس، وهتجبنا من الصين، هتجبنا من المانيا، هتجبنا من اليابان، هتجبنا من امريكا كعرب، هتلاقي كل الناس بتردد نفس المقوله، الرحله صعود وهبوط، وانا الفشل عندي زي النجاح، الاثنين بتعلم منه. لازم you have to fall in love with failing. عفوا لازم تحب الفشل، تبدا علاقتك بالفشل ما تكونش شيء يخوف. اظني واحده من البرمجات اللي صارت معنا في حياتنا احنا كعامه عرب وناس داسين على اساس المدرسه والجامعه، راي شويه غريب بس المدرسه او الجامعه تعلمك ثلاث اشياء غلط غلط بالنسبه للعالم الواقعي. رقم واحد ان لكل مشكله حل واحد، في الواقع كل مشكله لها حلول جدا. رقم اثنين اشتغل مع غيري يعتبر غش، بس في رياليتي هذا كولابريشن، انا مش حكبر الا ما سمعت حد ثاني. ورقم ثلاثه لو غلطت في الامتحان تخسر نقاط ويصير في عندك ستريس، بس اذا النجاح عباره عن باب المفتاح هو فشل. فهذا واحده من يعني you learn to unlearn to relearn، تعلم كل اللي تعلمته في الجامعه هذا بالناس الحياه انت مسحها كلها وفرمتها وتعلم شيء جديد، لان الواقع شيء ثاني جدا. اعتقد برضو حتى المدارس النهارده بقوا بيعلموهم ان هو الفيلير ده والعلامات والتقييمات والحاجات دي كلها ما بقتش بيعتد بيها في المحصله الدراسيه الكليه كالطالب. يعني هو بيقول له اعمل اللي عليك واشتغل، اثبت نفسك وخلاص. يعني هي مشكله في الكريتيكال ثينكينج، هل نحن قاعد نتعلم كيف تحل المشاكل ولا لا، ولا بس احنا كوبي بيست نتعلم عيد عيد عيد؟ ترى ما في شيء، ما نحن مشكلتنا ما صرنا نفكر. هذا اللي في النخ هذا النص هذا ما نستعمله، صرنا استعمل مخك يا اخي. يا اخي في اختراع اسمه جوجل اسمه يوتيوب، اقول ما اعرف افتح اتعلم، في فري واي فاي في كل مكان، بدل ما انت قاعد انت على اليوتيوب على الانستغرام وتكتب مثل البليد تتعلم شيء يا اخي. تعلم، لا تقول انا ما صرت حياتي، انت انسان كسول، ما عندي اسكيوز الكلام هذا، ما في اسكيوز، ما عندي اهداف في حياتي يا اخي. غير السيركل مالك يا اخي، شو غير السيركل؟ في انت ناس في حياتك ما لهم داعي، هم عباره عن كلاونز اراغوزات، تخلي في حياتك حياتك تكون سيرك، الغي الغيهم. طيب انا بروح انا حاسه رايح اشيش، شو استفدت؟ شو الار او اي؟ واتس ذا ريتيرن اوف انفستمنت اوف يو دوينج ذس؟ زيرو. واي يو دوينج؟ انا عندي قانون هيضيف لي هيضيف لي ايه، انا عندي واحد ثري هابير هيلثير ويلثير، ار يو دوينج ون اوف ذوز ثري؟ اف نوت مع السلامه. اسعد وصحتي واغنى. اسعد اصح اغنى بالضبط. اذا واحده مش في ثلاثه هذول ما لك فائده في حياتي. طيب بما ان المخرج نسي الفاصل من كتر ما هو مستمتع بالكلام، خليني اطلع فاصل قبل ما يقول لي هو في الاير بيف، وهنقفل الفاصل ده مع ثلاث نصايح مهمه اكوامان بيعملها مع نفسه في اي مشوار عايز يعمله. احسن صحه واسعد واغنى واغنى اغنى والثير. اذا انت ما قاعد تجيب لي واحد ما شافها في حياتي ما لك داعي في حياتي. نطلع فاصل بسرعة ونرجع تاني، انتظرونا.
ورجعنا تاني بعد الفاصل والراجل ده بيقول كلام زي الفل. انت بتقول حكم يا معلم. ما انا بيجي معايا. احنا مش محضرين حاجه, احنا كده ماشي في ستايل كله. كله انا اصلا ما اعرف شو الموضوع. كنت احمد تعال ان شاء الله حاضر شو الموضوع حقا ما اعرف شو السؤال. لا هو انا كان مهم جدا بالنسبه لي ان انا الشخصيه اللي قاعده عامله فيديوهات فايرل بره في كل حته ومكسره الدنيا ما شاء الله عليك وجوائز وخدت فوربس ودخلت جينيس ريكورد انتربرينور اوف ذا يير اماراتي بزنس اوف ذا يير سي او اوف ذا يير ما شاء الله جوائز كتير. فانا عارف ان الجوائز دي كلها والنجاحات دي كلها لازم هيبقى وراها فشل كثير. وانا بيني وبينك بصراحه الناس زهقت من قصص النجاح. هاي ممله هذه. اه يعني ممله. انا ما احب اتكلم على الاملاك والشو. لا شو الفائده؟ ما انت الشخص هذا شو استفاد؟ لا هو لازم يعرف انه هو مش مو بنفس مو بروحه مش لحاله بالفشل. كلنا بنمر بهذا. الفرق ان هل انت بعد الكف هذا بتقوم ولا بتتم مغمى عليك؟ انا فيكتم, انا صار معي. طب اوكي كنا فشلنا كنا تبهدلنا. اوكي انا فلست مره وقضيت 18 مره والحين اكبر اوبريت في العالم ما شاء الله. بس الجينيوس ثينج والشيء العبقري في حياتك شيء واحد, شيء واحد ان انا عمري ما استسلمت فقط. تفتكر امتى ماستر سين هو اللي عمل تغيير كلي وجزئي في حياتك؟ لا ما في سين واحد, ما كان فيه. هو كان سمول اشياء صغيره, اغلاط فشل بهدله مشاكل علاقات, هذا كله صار عباره عن خليط واحد مش واحد. خليني اسالك سؤال شخصي. اسال. عندك صحاب كتير في حياتك؟ لا ما صار عندي, ألغيت كله. أنا صار عندي قبل 11 سنة صار معي موقف حياتي مسح كل الناس. كنت أنا ساعتها زمان كنت موظف في وظيفة كبيرة كثير وكنت في الإيفنتس ومواضيع هاي, فكنت واحد الكل معاه, دخلنا دخلنا أماكن دخلنا تكس مواضيع هذه. صار معايا شيء أني صار عندي أكسيدنت حادث وصار عندي سليب ديسك. نعم سلام. فمن عليك. تحت لفوق من صورتي تحت 41 يوم ما بحس فيها. لا اله الا الله. فانا على السرير 41 يوم. كل المئات اللي كنت بعرفهم وانت حبيبنا وانت كنت ولا حد سال علي. يمكن صار واحد شخص واحد جالي خلص. واحده جات لي زوجة صديقي جات لي, هو ما جاء زوجته جتني شيك علي كانت قريبه هي تاخذ بنتها من حضانه. بس الدكتور قال لي يبالي 8-6 شهور اساس اقف. قلت لا خير. فبعد شهرين كنت امشي, بس كانت انا عمري 30 سنه قاعد اتعلم كيف امشي. راسي يقول ايه جسمي يقول لا. شو هذه؟ صعبه وايد صعبه كانت. انا عمري 30 سنه قاعد اتعلم كيف امشي. فهذا مسحت لي كل الناس حواليا. انا الحين 41 يوم انا في راسي مخي بس. فكل الاشياء اللي صرت في حياتي شفتها, كل الأغلاط شفتها, كل الأشياء كنت بهرب منها واجهتها. فأنا حين هدوء لأني واجهت كل شيء. مشكلتنا نحن نهرب نحن واسكيب من رياليتي. أنا بحب أسهر وبشرب كذا, هذا أنك أنت تهرب من حياتك. أنا ما بشرب ما بدخل ما بسهر, ضد الأشياء بكامل. اللي بيعملها بيعملها ما عندي مشكلة, هذا خلاف حياة. بس أنا شخصيا ما عندي أشياء هذه, لأن أنت بتهرب من حياتك. يتغير حياتك يتغير نظر حياتك. لما قمت من الموقف ده الناس دي كلها تخرجت طبعا من حياتك. احلى فورمات كان, احلى فورمات في حياتي. ناس ما هداي. وبعد 3 سنوات لما بدأ الناس يشوفون انا قاعد اسوي, اوه انت وين مختفي من زمان؟ والله بقيت دلوقتي حلو انا خلاص. انا شفتك كنت بتساوي من زين. وين سبورت؟ ما في سبورت. انت لا تتوقع من الناس يعطوك سبورت. اشتغل do you. اهلي واصحابي سبورتني انسى كلام هذا. في الاحلام هذا, في الاحلام انت كرييت ذا بيست سيرفيس ذا بيست برودكت ذا بيست ثينج. انت خلي احسن شيء منك. انت كيف تطور من نفسك انت كل سنه او كل خطوه. هاو دو يو بيكم بيتر 1% سكند بيرسنت. كيف انت مثلا بعد سنه تشوف اول برودكت سويته و تخجل منه؟ كيف تطور؟
طور نفسك. طب انت دلوقتي لما بتوصل للمرحله اللي انت فيها دلوقتي والحمد لله الحمد لله الله اكبر لسه بنستريتش لسه بنسخن اصلا لسه بنسخن اصلا اه لسه بنسخن طب انت عايز تروح فين؟ اوه لا حدود يعني انت خدت جينيس اللي على الارض عايز تطلع مارس؟ لا لا بس هذه اشياء صغيره هاي بس هاي مرحبا نحن هنا اقل اقل لازم واحد دائما يكون عنده امبيشنز يكون عنده ان يساوي زياده بس هي مش بس مساله فلوس هي مساله ان مني نفسي انا لا ابي اثبت لاي حد اي شيء اخر همي اخر همي رأى الناس. طب انت لما بتقعد مع نفسك وتشوف الفيرجن بتاعك من 5 سنين والفيرجن بتاعك النهارده انه فيرجن فيه انت بتحبه اكتر؟ لا لا انا I love myself through it all لان انا يعني اكوامان 12 ولا اكوامان 15؟ لا لا ما يخص بهذا اصبر لا تعرف شو لان انا ما في اغير اي شيء من من من, من الماضي لان مستحيل فانا بخلي طاقتي في الشيء اللي ممكن اتحكم فيه انا الحين لو انا في شيء ناقصني كيف اتعلم كيف احسن منه كيف اكون احسن المره الجاي لقدام دائما هي انا الف لايف فورورد السياره لما تسوقها شباك كبير مرايا صغيره احنا بنسوق كذا امسوق كذا ان صغير خلاص هذا اللي فات مد مر وانتهى اتعلم منه بس ما نركز فيه ركز قدامنا فوكس بلان اي هذا اللي بيعمل اللي يساوي بلان اي وبي وسي ودي هذا اكبر مصيبه لازم يكون عندي سيفتي اكبر مصيبه ركز على الهدف الاساسي انت ما فيك مثلا انا بروح هني واشوف وصوب هني حادث شغال النهارده في كم دوله؟ واحد اثنين 7 بتيجي نادوم امارات السعوديه مصر سيشل مالديف وفي اشياء صغيره في افريقيا ناوي تغطي كم دولة تانية خلال 24 و25؟ لا هو يستحسن تساوي أشياء كبيرة في أماكن معينة التوسع الكثير ما داعي هذا عبارة عن إيجو برستيج على الفاضي أنا بزمان وين أماكن نشتغل وفي أحسن روتين من الآخر أحسن أماكن فيها بزنس الحين مكانين سعودية وإمارات السعودية ومصر فقط هم أحسن مكان أقوى مكانين في العالم صعبين في اماكن وسهلين في اماكن ثانيه بس هم هالدولتين اللي فيها الفوليوم وفيها الاوبورتونيتي وفيها الناس وفيها الوذر وفيها كل شيء. هنشوف جينيس ريكوردز ثانيه؟ على الاقل 5 الله اكبر على الاقل 5 في السنه الجايه ان شاء الله. ده 5 ده طموح ولا لا هذا ثقه؟ لا I will do it. انا ما بقول شيء الا اسويه. انا ما بقول شيء الا اسويه. مستحيل اقول شيء ما اسويه. تفخر بنفسك؟ الحمد لله. هذا من فضل ربي. يعني انت وانت بتتكلم على 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 الفشل ايه البودي لانجويج بتاعتك فيها اريحيه وثقه و لازم ذكاء في ايه. الضحك وانت لا. بتتكلم عن الباشن تتكلم بكل تواضع وكل ثقه يعني اقول لك جينيس ريكوردز تقول لي اه عادي هاخد 5 ما كان عندي قضايا في الليست كان عندي قضايا في الليست بتعرف شو شو يعني انت بصراحه يعني من الشخصيات اللي انا بحاول افهمها واحللها نفسيا يعني صعب هم في كلمتين اول شيء يقين واكسبتنس اللي هي قبول يقين هذا مرحله ثانيه من الايمان ونعمه بالله في عندي يقين ان ربنا حيوفقني وحيعطيني وحيسوي واللي حيعطيني اكثر ما انفكر فيه منتهي فمسلم فعارف وبتصير رقم واحد الثانية أني أنا قابل لأن شوف اللي عنده depression وanxiety هذه مشكلة شيء واحد أنت مش قابل اللي صار accept اللي صار أنا مثلا أنا this is, أنا ما أغلط يا جماعة أنا غلط كده وكده 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 أنا أول شيء أنا مثلا قبل كم شهر صارت عندي مشكلة خسرت أرقام تخوف وتزعل لو أي حد ثاني بنهار سمعت الموضوع هذا بس it hit me أنا أوكي أنا I just lost this much money بس مش تايم قعدت 5 دقائق قلت له اوكي يا جماعه التيم كله كل ماجر يا جماعه اللي صار معنا كذا كذا انا مسؤول وانا غلطان وغلطتي انا لان كنت سويت كذا وكذا كذا كان موضوعكم مختلف بس مو مشكله غلطتي هنا حنتعلمنا منها 1 2 3 4 والسنه الجايه حنكسر الدنيا فقط وقف الموضوع ما حنقعد نعيش الايموشن والمأساة العاطفية انا وبهدلت ويا ريش ويا ربي لا 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 دن
I accept. فما في شيء اسمه depression اللي صار. والانكزايتي القلق هذا انت قاعد روحك طلعت من جسمك راحت مكان في المستقبل اللي مش موجود اصلا والف سيناريوهات اصلا مش موجوده وانت ستريس انكزايتي. حلها واحد تنفس ارجع روحك داخل جسمك تنفس get oxygen in your blood اهدى fix now. نحن مشكلتنا شوي بصير نحن نحاول نساوي كنترول للريزولتس الاوتكم. يو كانت انت عندك كنترول شيء واحد انت وات يو دو. وانا اجين بتصير معك في الحياه اتس نوت هاو يو تيك اتس نوت هاو يو ميك ات هاو يو تيك ات. بتصير معنا اشياء اوكي انت عندك كنترول واحد هاو دو يو اكت ثينكس. تليفوني طاح هذا اساوي فيلم ولا خلاص طاح ليه حلين اشيله يا مكسور مش مكسور مكسور اوديه محل مش مكسور حطه في جيبي بس اتعقدها سهله. اللي بعده انا مستمتع بصراحه. طب بمناسبه الريلاكس والنفس ما تخلينا نطلع فاصل يلا نسمع كده اغنيه رومانسيه. تفضل جو اهيد فاصل ونرجع تاني. ورجعنا تاني معاكم امان. الحلقه اللي انا بصراحه لحد دلوقتي يعني نفسي امسك لك كده ماسكه اخش لك في عيلتك. ليش نزيل المشاكل ليش؟ انا ما عندي انا اصلا لحالي يعني مش ناقص. كنا بنسال الاسئله الشخصيه وسالنا على الصحاب. علاقتك بزمايلك والتيم في العمل اللي عامله ازاي؟ يعني انت حكيت لي قبل الفاصل إيه؟ انه انت جالك خبر خسرت شويه فلوس مبلغ كبير رحت قلت لهم خلاص انا اتحملت المسؤوليه ويلا يا جماعه وهنكسر الدنيا. علاقتك مع التيم عامله ازاي؟ انا بعتبر التيم عندي واحده من اهم الاسس في حياتي لان هم من غيرهم الشغل ما يمشي من الاخر. فانا حد يعني معظم التيم اللي عندي صاروا معايا على الاقل 3 سنوات فوق 3 years ل 10 years. عندي موظفين معايا صاروا 11 years. ف بحاول قد ما في اكون فاميلي معاهم لحدود معينه سبورتيف. اجين اخر يوم احترام عامل الناس بما تحب ان تعامل به من الاخر. احترم الناس احترموك ما في موضوع الخوف ما خوف. احنا مع بعض نضحك كل ويكند احنا كل سبت بنجيب لهم اكل فاميلي ميل وناكل مع بعضنا على البحر وجو حلو. ما عندي مواضيع اللي هي عم دبوس ما لها داعي ما لها داعي. انا حتى ما عندي مكتب ما عندي مكتب طاوله ما عندي. ما بتقعد فين؟ انا كاوتش كده كده مع بعضنا مع بعض ما في حاجز يحسسني انا احسن منك. ما عندي كلام هذا ما بحبه نهائيا. انت عايز تقول ان انت بتتعامل معهم ان هم عيلتك اخواتك هم عائلتي لحدود. يعني في مثلا عندي الاساسيين فوق معاهم 100% علاقتي فيهم محبوبه بيجوا مع زوجاتهم عندي البيت وكذا كذا يعني very friendly. بالعكس ليش لا؟ ان هم دول اللي هم الاساس اساسي ايه بالضبط. تعرف مديرين منو؟ اعرف مديرين هي. بقعد في مكتب 15 في 25 اوكي واربع سكرتيرات يعني السكرتيره الاولانيه بتاخد ميعاد من السكرتيره الثانيه ايجو والثانيه بتاخد من الثالثه والثالثه تخش عليه وهو عمال فتح التلفزيون ولا مش فاضي. واو لا لا ما عندك صعب. انا عندي فيري ايزي. انا ممكن من الاصغر واحد يشوفني في خلال التليفون سير كان ميت يو على السريع. ام فيري اكسسبل وايد ايزي تو فايند مي. اي حد بيكلمك بترد عليه سهله. حد عنده مشكله بتحلها له كل شيء. اشوف مشكلته اوكي اكلم الديبارتمنت دايركتور هذاك حل الموضوع بسرعه. النهارده لو عاوزين نوصل رساله للشباب الصغير اللي بيسمع عن رياده الاعمال ده انتربرينور شيب واللي كل الناس عايزه تبقى تركب الترند. ما هو ده الترند خلينا واقعيين. هي ترند مشكله ترند وبتصدمه في الواقع وبتصدمه من الصدمات ويكتشف ان هو شخصيا غير مؤهل نفسيا ولا جسمانيا ولا معنويا ان هو يتحمل الصدمات وبيهرب من اول ملف وخبط. اكتب لنا كده روشتة نجاح شاب بيبتدي حياته وعاوز يبقى رائد اعمال. اول شيء ما انصح لاي حد. رقم واحد ما انصح رائد اعمال اي حد لان مثل ما قلت اول شيء مش لاي حد. ولكن نبدأ نألف شيء معنا. أول شيء اهتم
جسمك، العقل السليم جسم سليم. ما فيك تنتج لما انت عبارة عن بوتيتو كاوتش، ما حينفع، مع احترامي لكل المتان ما حينفع. لان لما تبدأ تهتم جسمك حيصير عندك شيء اسمه الديسيبلينز، هذا خليك انت ما تخلي جسمك عمدا في أذى، معناها انت قاعد تجهز نفسك لي عقليا ونفسيا تستحمل اشياء اكثر. رقم واحد. رقم اثنين، شينج يور سيركل، غير اللي حواليك، ابعد، سير جوست، اختفي 6 شهور، لا تطلع سهرات ولا طلعات ولا مشاوير ولا كلام فاضي وانت عارف تعمل ايه او عارف تعمل ايه. في ناس حواليك ما لهم فايده بحياتك، اهلي ما اهلي، يا جماعه شو فيكم انتم؟ ترى انت مش شجره، يو كان موف. وفي شيء ما في ترجمها بس هقولها وحاول ترجم لي اياها، بي وير يو ار سيليبريتد نوت تولريتد، خليك في مكان انت الناس اللي فيه يقدروك مش بيستحملوك. نحن في اماكن الناس مش قادره نحمي فيها، تحرك روح مكان ثاني، تحرك روح مكان ثاني. اهلي كذا كذا، يا اخي ما عندي مشكله، يعني اهلي ما كان علي نفس الشيء، قول لأهلك يا جماعة أنا عندي حلم وعندي هدف، ادوني سنة، خذ سنة، 6 شهور سنة، أعطوني السنة هذه سبورت من السنة هذه بس، إذا ما نجحت وما سويتها اتبغوا مني بسوي حلو، بس السنة هذه اكرف، اتعب، اشتغل كل يوم 16-20 ساعة، لا تنام، اقعد افتح يوتيوب تعلم، ما في توتوريال لكل شيء، تبي تعلم أي شيء في توتوريال دي. أنت عندك مكتبة متناقلة فيها كل حاجة. لا أقول أروح أخذ كورس، ما يحتاج كورس. المحتويات مجانية. لا تألف لي أباخذ شهادة وكورس وما. أنا عندي 780 موظف، يمكن ولا حد منهم شفت شهادته، خذها لفة وحشيها من آخر، ما لها داعي. هذا كلام زمان هذا كلام زمان ما يفيدنا. ماشي ماشي بعد سويتي تخشي ما لها داعي، ما لها داعي. يمكن قبل ايام السبعينات الثمانينات لما احنا كذا موظفين، بس انت الحين حتكون تراجع اعمال او تفتح بزنس، ما حد يهمه شهادتك شو، ما حد يهمه. اقول بروح باخذ كورس وبدفع فلوس الكورس، ما يحتاج، افتح يوتيوب تعلم يا اخي ببلاش، تعلم تريدنج ببلاش، تعلم ديزايننج ببلاش، تعلم كل شيء ببلاش. بس نسيت انت بتحطم اصنام النهارده، ما غصب عني ايام جهلي انتهت. على فكره انا متفق معاك بنسبه 1000%، الحمد لله كل اللي انت بتقوله انا اوافقك فيه الراي وبقوله لكل الناس، وسعيد ان انت بتقول الكلام ده النهارده، لان قلنا في الفواصل قبل كده لو هنيجي من جنسيات مختلفه ولا من بلاد مختلفه هتلاقي كلنا بنجمع على نفس الشخص، نفس الشيء، نفس الاراء، نفس الشيء، نفس المواضيع. ما تستسلمش، ابعد عن الناس اللي ملهاش لازمه في حياتك. لو جاي لك خروجه ونسبه الخروجات، معلش هنضطر نطلع بره حاجات اللي عمالين بنعدها. هات في علم النفس في شخصيتين، في اللي هم الفومو والجومو، اوكي، الفير اوف ميسنج اوت والجوي اوف ميسنج اوت. معظم رجال الاعمال هتلاقيهم جوي اوف ميسنج اوت، عشان نبسطها للناس. احلى شيء بالضبط، عجبتني هذه. الفير اوف ميسنج اوت، يعني النهارده لو طلع مع صحابي لازم اطلع، لازم اصلا ايه ده، لازم اطلع عشان هيروحوا مكان حلو، انا لو كده كده هيبقى عندي اكزايتي وهبقى قايق وخالف وقلقان ان انا لو ما طلعتش مش هبسط. بالضبط، الجوي اوف ميسنج اوت بقى اللي زي حالتنا ده في البيت، اوه حط كاندلز وموسيقى هاديه وقعد. يا عم لو نمت بدري الساعة 9 انت تمام. احلى شيء انا كنت اتكلم واحدة من صديقاتي على موضوع الفريم زونات هذا، قلت لها اوكي اسمعيني بالناس، انت الحين تصحي اليوم تقعدي ساعتين ثلاث تروحين تعملين شوبينج، صرت فلوس على فستانك، يلا بعدين 2-3 hours شعرك وميك اب، يا تعملي الحاجة في البيت يا تروحين برا. رحتي سهرتي 2-3 hours سهرتيهم، صرفتي فلوس على مكان، على شو ما اخذتي، شربتي، استغفر الله، يو نو، وكلت كذا كذا، قاعده في مكان كل اللي حواليك يا بيسبوا فيك يا حقدي عليك يا غيره منك، ترجع البيت ريحه الدخان وقرف وحالتك حاله وجسمك منهد من الطاقه السلبيه اللي اخذتيها. شو استفدت؟ ولا حاجه، ولا شيء، ولا اي شيء. واتس ذا ار او اي؟ نيجاتيف، مش زيرو، نيجاتيف.
What is the ROI؟ خلينا بقى ناخد فاصل تفضل ونرجع تاني يلا. والفاصل اللي جاي اهم فاصل في الحلقه. اها طلعت فوق هذا الله يستر. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل وده اهم فاصل معايا. أيوة. قلت لك هنلعب لعبه جميله. الله يستر. صح تفضل سمعني شو عندك. امسك بقى موبايلك. ما عندي موبايل. ما عندكش موبايل؟ اه موبايل. افتح الواتساب. افتح الواتساب. ابعت مسج لنفسك. ايوه. وانت عندك 7 سنين. 7 سنين. اه اوف. اكوامان النهارده بيبعت لاكوامان اللي عنده 7 سنين. يا ترى زمان هذا هتقول لنفسك ايه؟ قول نفسي ايه؟ اه سجل لي بقى فويس نوت كده حلوه واتكلم معاك اكوامان الصغير بالعربي والانجليزي بعد الرحله الكبيره دي. بالعربي والانجليزي. خليها بلا بالعربي. زين نبدا. ان شاء الله هلا. تفضل. اسجل ولا بس سجل؟ اه ماشي سجل. هذا ابو حميد. شو الاخبار؟ احمد من المستقبل. اقول لك شيء، ترى احنا حنكون وحوش وكبار وحنخرب الدنيا. فكل عليك ركز. كونتينيو دو يو دوين. خليك صبور و everything's gonna be okay. بس كده؟ بس كفايه عليك. سند. طب يا ترى هتقول لنفسك ايه بعد 25 سنه في فويس نوت برضو؟ اوه لا لا موبايلك تاني. بس موبايلك بعد تاني. اه موبايلك تاني تفضل. اه ابو حميد. احمد من زمان. ما قلت لك انا؟ ما قلت لك رح نكون كل هاي الاشياء هذه؟ قلت لك رح نوصل وحنساوي وحنساوي. شفت؟ يو ويلكم. بس دن. يعني سريع وحازم في كل قراراتك وسريع وحازم حتى في الفويس نوتس اللي انت بعتها لنفسك. هي مرحله من السلف. شوف يسموها سيلف ريسبكت، سيلف اويرنس، اند سيلف لاف. انسايد جاب. سيلف ديسيبلين كمان. كل سيلف انسايد جاب. السعاده هي من داخل مش من برا. الثقه من داخل مش من برا. هي مش اشياء مش حاجات، هي منك فيك. السلام سلام داخلي مش سلام خارجي. انت عايز تقول ان الثقه شيء بالفطره مش مكتسب يعني؟ لا اكتسب. مكتسب. ايه يعني انا ممكن النهارده اقعد كده قدام نفسي في المرايه انا هثق في نفسي هثق في نفسي هثق في نفسي. شوف انا شغل اللي هي الموتوز وانا الصبح اقول انا انسان جميل انا انسان قوي هذا ما بحبهاش. لان هي بتقول الكلام هذا اول الصبح بس يا اخي في يومك بتصير معك حوادث واشياء. طب اتذكر اللي قلته ولا هي بس كلام فاضي وانتهى الموضوع؟ لازم تعرف ان لو تعرف شو قيمه كلامك ما حد يقول اي شيء، وتعرف قيمه افكارك ما حد يفكر باي شيء، وتعرف قيمه وجودك ما حد يكون في اي مكان. فثمن كلامك. يعني كل كلمه لها معنى. لا اقول انا في مصيبه، لا انا في مشكله صغيره حلها. تفكيرك هذا في. اعطيك سؤال جدا سهل جاوبني عليه. هل احسن يكون عندي افكار ايجابيه اكثر ولا افكار سلبيه اقل؟ انا بالنسبه لي افكار سلبيه اقل. حلو. ليش؟ لان الافكار السلبيه لما بتمسك في العقل الباطن بتبين لك الدنيا قدامك سودة وعتمة 100%. الافكار الايجابيه هي دايما ممكن تكون هرمون بوست بتيجي عندك للحظات معينه، بس اللي بيبقى دايما عندك وبيرسخ في شخصيتك وفي عقلك الباطن وبيعوقك هو الافكار السلبيه. وعايز اقول لك حاجه كمان، انا طبعا غير مؤهل ان انا اتكلم عن الدين، بس دايما الافكار السلبيه بتيجي من الشيطان. صح. وبتكون اساسها الوسوسه. فربنا يجنبنا وساوس الشيطان والافكار السلبيه. وجهه نظري. حتى بعطيك مثال جدا سهل. نقول انت الحين خليت صوره على الانستغرام، صوره هاي جاك عليها 100 كومنت. محمد يا وحش يا عبقري يا ذكي. جاك كومنت واحد سبك، يا متين يا قبيح يا غبي. تذكر 100 واحد حبك ولا اللي كرهك؟ طب ضحكك. بس عامه عامه هذا انا عارف انت تروح فين. بس تفضل. انا عارف راح فين انت. عارف بس انت دخلت على 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 تريجر. يعني صعب جدا. انا كانش لي علاقه بالسوشيال ميديا ولا أوكي. كان هم السوشيال ميديا. انا كان عندي بالظبط 180 فريند. وكبروا. واصلا بحاول اعمل لهم فلتريشن. يعني انت فاهمني؟ اللي ما بتواصلش معايا اكتر من سنه بشيله من على السوشيال ميديا.
جت الكورونا حصل كده موقف، الناس كلها قالت لي لو سمحت احنا عايزين، مش هينفع اقول لان للاسف كنت بعمل بروموشن لحاجه تدخين يعني. اه تمام. فانت بتعرف تعمل شيشه في البيت، فاعمل لنا طريقه الشيشه. انا ما طلعتش بوشي اصلا. اوكي بس صوت. انا عملت صوت يعني، انا طبعا ما بنصحش حد انه يدخن. اوكي عملت صوت وعملت طريقه عمل الشيشه في البيت، حطيت الفيديو، دخلت نمت، صحيت تاني يوم الموضوع فايرل. واو. وجاب بقى الناس بقى تكلمني، انت صوتك حلو بقى، طب ما تطلع بوشك واتكلم. الفتره دي كنت بدرس فيها بزنس كوتشنج وان ال بي، فبدات اتكلم مع الناس. الموضوع كل في الاول بقى كنت كل بوست انزله جاب كام ريل، جاب كام مشاهده، جاب كام كومنت، وكنت افرح قوي. كنت اصلا اللي بيعلقوا لي اصلا في الاول هم اصحابي واصحاب صحابي. بالضبط. انت فاهم سيم سيركل. وانا كنت ببعت لهم عشان اصلا يعملوا كومنت على الريتش يعني. فاهم. ويجي لك كده واحد في النص يقول لك يا اقرع يا متين. بالضبط. يا الله. امسك. انا امشي الليل. اوف هذه هي. تكبر. اه. وين تعودت بقى خلاص. الناس اعتقد اوكي كثير من الناس ما تقرا. بس يا اخي تخيل عكس، يا اخي تخيل حد كذب على صفاتك انت تزعل. مشكله كانت بتكلم هم ورا الشاشات حاسين هم كلهم جانكستر. شوف شوف مش هاب كذا 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 ولا كذا مساوي شيء محترم. ناس عايشين ان في فرق بين هذا وهذا. نحن ممكن نسبك ونسب اللي جابوك وعادي في مشكله. فشيء غريب. بس يا بس الموضوع هذا السلبيه هذه ممكن تمسك فيك انت، فلازم انت تكون تقول اعمل المواضيع هذه. فانت واصل مرحله وصلت مرحله هي شو انا لس نيجاتيف. بس معظم الناس عباره عن كتله نيجاتيف، كتله كبيره من نيجاتيف. انت ما بعرفش اقعد معاها. صعب طبعا. انا من كتر حلاوه الحلقه النهارده ايه؟ ومفيش نيجاتيفيتي. نتكلم على الفشل واحنا بنضحك ايه؟ وعن الباشن واحنا بنهرج، وعن النجاح واحنا كده جامدين واثقين من حالنا. الوقت عدى، الوقت فات، وانا مبسوط بالقعده الجميله دي. اعتقد ان احنا محتاجين نكررها مره تانية. حاضر اي وقت. لان الناس محتاجه تستفاد اكتر وتتعلم اكتر. انا بتمنى لك كل توفيق. شكرا لك كل الحب والتحيه والتقدير. اهلا وسهلا. واتمنى الناس المشاهدين النهارده يكونوا انبسطوا معانا ان شاء الله. تعلموا حاجه. الله يخليك. انا هقفل الحلقه النهارده مع اكوامان وهو بيقول رساله للمشاهدين بتوعه. الكاميرا معاك، قول اللي في نفسك. خلاص قلنا شو بقى. خلاص كفايه. وات اس دي وات فروم مي. كلمتين كلمتين. سي يو سون. شكرا جزيلا. اشوفكم الحلقه الجايه مع فويس نوتس.